خد بالك، لو المحافظ اللي جه والتاني جه والتالت جه وقدر يبص للملف ده وكان فاصل، فانت ممكن تسأله في الموضوع، انت ما فتحتوش ليه اللي قبله؟ اللي قبله ايه القصه كده بس يعني. يعني طب بالنسبة اللي هو الموضوع الأفران الجديدة اللي نزلت دي، افران دي ينفعوا يعملوا بيها، يعملوا بيها كحك بس كمان. يعني ما ينفعش شغلك. يا فندم سعادتك ازاي عامل لي فرن حضرتك؟ انت زمان راجل عايز انتج وانتج واخد بالك، انت ازاي بقول لي فرن ثمنه 180,000 جنيه وما صاميش في الفلوس 80 جنيه؟ معاك يا نصور الأفران. طب بالنسبة للأفران اللي هي مساحتها مثلا كام، يعني متر في متر انت ولا؟ حضرتك لما تروح تصورها هتاخد التوتال بتاعها كام جنيه؟ تمام؟ لان هو اللي راح من المحافظه للهيئه قال لهم انا عايز كذا كذا، الهيئه مالهاش دعوه، الهيئه خدت اوردر نفذت مش مشكلتها. انت انا راجل جاي اتفق معايا على شغل، قلت لي عينه هي انا عايز كذا كذا، انا عملتها، انا اختلفت معاك. انتوا لكم كبا؟ يعني في نقابه بس مش هاره قوي يعني، لسه ما انضمتش لل، يعني المفروض اصلا. طب حتى لو في نقابه الحرف اليدويه، بس المفروض يبقى في حد تابع للفخارين. انتم المقاسات مثلا الحاجات دي لازم الفرن، لازم انتوا تصرف فيها. الفرن ده جاي عباره عن منحه من البنك الاهلي، طب انت ازاي منحها للناس اللي هنا؟ طب ما احنا كل مره بنحمل من العود ده. معلش، فلابد ان يكون في حد مسؤول من المهنه دي يروح مع حد من المحافظه اللي هي رابطه تصنيع، يقول له والله احنا عندنا شغلنا بيتراوح من الى، هو عمل العينه كما قالت له السيده النائبه في هذا الوقت واشتغل عليها وقال هو ده اللي موجود، انا اتفقت على ده، هو مالوش ذنب لانك انت جبت لي عينه عمل له رسم او شغل واشتغل. هل مين اللي اهدر الفلوس دي؟ انا ام الهيئه العربيه للتصنيع؟ لا، الهيئه العربيه للتصنيع عملت واشتغلت. محافظ القاهره اللي اهدر الفلوس دي؟ ماليش دخل بقى، ما اقدرش اقول له كده. انت اتفقت على ايه؟ على بجنيه جبنه؟ روح اكله. الذنب ان انا كنت اكل اكل مش عارف. بس القاهره بتقول لكم هو ده اللي عندنا، هو ده اللي موجود. معلش يعني، مش معلش، احنا جالنا جنيه عملنا بيه بقى الجنيه، هو ده اللي على قد الكلام على قد الجنيه كان عاجبكم يعني.